أهلا بكم. أعضاء جسم الإنسان قيمة للغاية، فجسدك هو منجم ذهب متحرك، وكل عضو فيه له قيمة مرتفعة جدا وأكثر مما تتخيل. ولكن هل بإمكانك بيع تلك الأعضاء؟ الجواب هو لا، ففي معظم دول العالم يعتبر بيع الأعضاء من الأعمال التي يعاقب عليها القانون. ولكن بإمكانك بيع بعض أعضاء الجسم غير الحيوية مقابل بعض المال، ويعتبر ذلك أمرا قانونيا تماما في كثير من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية. والأهم هو أنه ببيعك لتلك الأعضاء لن تتأثر صحتك أو حياتك بالسلب. إليك 10 أعضاء يمكن بيعها أو تأجيرها بطريقة صحية وقانونية. ابقوا معنا. الدم يعتبر دفع مبلغ مالي لشخص ما مقابل تبرعه بدمه أمرا غير قانوني في معظم الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن معظم مراكز بنوك الدم تقوم بتقديم حوافز للمتبرعين تتضمن تذاكر مجانية لحضور الحفلات وقسائم شرائية بقيمة $20 لكل عملية تبرع. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الشخص يستطيع التبرع بدمه مرة كل 56 يوما، فإن ذلك سوف يؤمن له قسائم شرائية بقيمة $120 سنويا. وجدير بالذكر أن مراكز بنوك الدم تقوم في معظم الأحيان ببيع وحدات دم المتبرعين إلى المستشفيات مقابل $300 لكل وحدة. الشعر يبحث معظم المشترين عن الشعر الطبيعي الذي لم يتم تلوينه أو معالجته بمواد كيميائية أبدا، ويرتفع السعر أيضا إذا ما كان طول الشعر أكثر من 25 سنتيمترا، وإذا كان لونه مائلا إلى الاحمرار. ويستخدم الشعر في صنع الشعر المستعار ولإضافة وصلات للنساء قصيرات الشعر. ويوجد على الإنترنت الكثير من المواقع التي تسهل عملية البيع والشراء، كموقع beyondsilhair.com وموقع أونلاين hairaffair.com. وبما أن الشعر ينمو بمعدل 15 سنتيمترا سنويا، فبإمكانك جني ما بين $250 إلى $3000 سنويا حسب نوعية شعرك. بلازما الدم يعتبر تقاضي المال مقابل التبرع ببلازما الدم أمرا قانونيا بعكس التبرع بالدم، وذلك لأن البلازما تستخدم في إنتاج الأدوية وعلاج العديد من الأمراض الوراثية. وبما أن عملية التبرع بالبلازما هي عبارة عن استخلاص بروتين من الدم فقط، فإن فترة التعافي قصيرة جدا وهي 48 ساعة فقط، أي أنه بإمكان شخص بالغ التبرع بالبلازما مرتين أسبوعيا. وتقوم بعض مراكز التبرع بدفع مبلغ $400 شهريا للمتبرعين الدائمين بعد إجراء عملية فحص شاملة لهم. وبالتالي فإنه بإمكانك جني حوالي $4800 سنويا عن طريق تبرعك بالبلازما بشكل دائم. البراز يعد البراز من المواد الوافرة إذا ما قمت بتناول كميات كبيرة من الألياف. ويستخدم براز المتبرعين الأصحاء في علاج التهابات ديفيسيل سي، فهو قادر على استعادة التوازن داخل الأمعاء بعد تناول المضادات الحيوية التي تقضي على البكتيريا الحميدة في الجسم. وتقوم بعض الشركات بدفع مبلغ $40 لقاء كل عينة، وبإمكانك التبرع 4 مرات أسبوعياً. أما إذا قمت بالتبرع 5 مرات في الأسبوع فستقوم الشركة بزيادة المبلغ إلى $50 لكل عينة، أي ما يعادل $13,000 سنويا. الحيوانات المنوية يخضع المتبرعون لفحص طبي شامل قبل أخذ حيواناتهم المنوية، ويجب عليهم أيضا تقديم معلومات صحية ل3 أجيال بالإضافة إلى مقابلة شخصية. وتقوم مراكز التبرع بدفع مبلغ $1200 شهريا مقابل 12 عملية تبرع خلال نفس الشهر. ولكن تلك العملية ليست بالأمر السهل، حيث أنه على المتبرع التعهد بإخراج حيواناته المنوية في العيادة أو المركز المتعاقد معه فقط وليس في أي مكان آخر. نخاع العظم يعتبر التبرع بنخاع العظم أو الخلايا الجذعية هو العامل الأساسي في مكافحة أمراض عديدة كسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية. وللأسف فإن عدد المتبرعين قليل جدا، حتى أنه تم فرض تعويض مادي للمتبرعين،
وأصبح بإمكان المتبرعين بالخلايا الجذعية جني $3,000 عن كل عملية تبرع. وبالنظر إلى أن فترة التعافي من التبرع بنخاع العظم تبلغ 8 أسابيع، فبإمكان المتبرع أن يجني $18,000 سنوياً. ولحسن الحظ فإن عملية التبرع أصبحت بسيطة للغاية بفضل التطور التكنولوجي، وأصبح بالإمكان استخراج الخلايا الجذعية مباشرة من الدم. حليب الرضاعة. تم إنشاء بنوك حليب الرضاعة لمساعدة الأمهات اللواتي لا يستطعن إرضاع أطفالهن، ولكن اليوم هناك العديد من الرياضيين الذين يستهلكون حليب الرضاعة للحصول على المزيد من الطاقة وقوة العضلات. وبإمكان الأمهات المرضعات اللواتي يتمتعن بصحة جيدة بإمكانهن بيع حليبهن على شبكة الإنترنت من خلال بعض المواقع المختصة للحصول على $85 للتر الواحد، أي ما يعادل $23,000 سنوياً. البويضات. بإمكان النساء جني ضعف ما يجنيه الرجل ببيع حيواناته المنوية، وذلك عن طريق بيع بويضاتهن، والتي تعتبر هي أغلى أعضاء الجسم عند النساء. والسبب يكمن في أن عملية استخراج البويضة معقدة، وتحتاج المتبرعة لفترة أطول للتعافي. وبإمكان المتبرعة أن تجني مبلغ $8,000 لقاء البويضة التي تتبرع بها، ولكن عليها التعافي لمدة 4 أشهر قبل القيام بالتبرع من جديد. الرحم البديل. تعتبر ممارسة تأجير الأرحام والتي تعرف بالرحم البديل من أغرب طرق تجارة أعضاء الجسم، وهي ظاهرة شبه حديثة ازدهرت في السنوات الأخيرة الماضية على الرغم من اعتبارها أمراً غير قانوني في معظم دول العالم. ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، هناك بعض الولايات التي تسمح للنساء بتأجير أرحامهن وجني أكثر من $45,000 عن فترة الحمل. وتتم عملية تأجير الرحم عبر تلقيح ماء النطفة بماء البويضة تلقيحاً خارجياً، ثم زرع البويضة الملقحة في رحم المرأة المتطوعة لحمل الجنين حتى ولادته مقابل أجر متفق عليه مسبقاً. أما من الناحية الدينية، فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تحرم تأجير الأرحام، وقد أجمع عليها معظم علماء الدين لما فيها من مفاسد تتلخص في إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها البشر. التجارب الطبية. إذا كنت لا ترغب في بيع أجزاء من جسدك، فبإمكانك تأجير جسدك كاملاً للمختبرات الطبية ليقوموا بإجراء تجارب سريرية متنوعة عليه. وتتنوع التجارب الطبية كثيراً، فهناك تجارب على مسكنات جديدة للألم عند الإصابة بفيروس الإنفلونزا على سبيل المثال. وعادة ما تقوم المختبرات الطبية بدفع مبلغ يتراوح بين $1,500 و$5,000 لقاء الخضوع لتجربة تمتد ل7 أيام. ولكن على الرغم من ارتفاع المردود المادي، إلا أن هناك خطورة كبيرة في الخضوع لتلك التجارب التي قد تودي بحياتك. شكراً على المشاهدة، وننتظر آراءكم في التعليقات. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وللمزيد اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.